وقفنا المرة اللي فاتت عند السلايد اللي بتتكلم على مقاييس الأداء في الشبكات، وإحنا قلنا الكتاب هنا بيتناول شبكة الإنترنت كمثال على شبكة كلنا بنتعامل معاها وشبكة كبيرة يعني. فالأداء في الشبكات يقاس من خلال معايير تتعلق معظمها بالزمن، يعني انت بتبعت حاجات على الانترنت او على الشبكة عموما، فعايز تعرف الحاجة اللي بتبعتها دي بتوصل في وقت قد ايه، كلما وصلت اسرع كلما بالنسبة لك احسن في اغلب الحالات. والحاجات اللي بتبعتها دي احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت انك مش كل حاجة بتتبعت بتوصل، ممكن في حاجات يحصل لها دروب لظروف كتيرة، فاحنا عايزين نقلل الحاجات اللي بيحصل لها دروب، ومعدل الوصول نفسه يفرق عن زمن الوصول، وده اللي هيبان في السكشن او الجزء اللي جاي اللي هو الديلي لوس اند ثروبوت ان نتوركس. ففي الاول هيبتدي يشرح لك الديلي واللوس اللي مرتبط بيه شويه. فاحنا اتفقنا المره اللي فاتت انه الداتا اللي بتيجي من مصادر مختلفه لابد انها عند نقط معينه بتتجمع، يعني ما نقدرش نفترض ان كل واحد في الشبكه عنده خط مباشر من عنده لغايه الطرف النهائي destination اللي هو نظام السيركت سويتشنج اللي كنا اتكلمنا عليه. لا خلاص، نظام الباكت سويتشنج جمع الداتا اللي جايه من مصادر مختلفه ووديها على خطوط قليله، لان هي في الاخر تكلفه مد الخطوط والحفر والكلام ده كله، ده يعني ما ينفعش نعمله لعدد البشر والاجهزه اللي هتتواصل دي كلها. طيب ففي نظام الباكت سويتشنج بجمع من عدة مصادر، مثلا في البيت أو في معمل أو في شركة، في الآخر في مخرج واحد للمكان ده. ففي هنا عندنا الراوتر ده اللي بيجمع، أو يعني اللي احنا بنقول عليه راوتر، إنما هو في الآخر يعني بيجمع مالتبليكسر، بيجمع من المصادر المختلفة دي ويحطهم في الآخر على نفس الخط، وبيعمل عملية موديوليشن ودي موديوليشن، فهو يعني الاسم الأوقع ليه اللي هو مودم يعني. وفي الحالة دي احنا عندنا هنا طابور من الباكتس اللي هي جاية من المصادر المختلفة، الطابور ده بقى يبتدي يمشي لو في خط واحد زي في الرسمة كده، خلاص يبقى ما عندوش اختيارات، يبقى هو لازم هيخرج من المخرج الواحد ده بس. بقى ايه المهم، هو بيرتبهم حسب الأولوية لو كان في أولوية، أو حسب مين اللي وصل الأول ويبتدي يخرج. وإحنا قلنا برضو المرة اللي فاتت لو حصل إنه ده اتملأ اتزحم على الآخر، فبالتالي هيضطر غصب عنه يمتنع عن استقبال جديد، أو لو كان في جديد مهم أهم من اللي يعمل دروب، ففي الحالة دي هينشأ اللوس، وده اللي إحنا نفسنا نقلله، يعني نوصل بالأقل رقم ممكن. وده مش هيحصل إلا لو ما بقاش في زحمة يعني للحد اللي اضطر يسقط فيها أو يمتنع عن استقبال داتا جديدة. طيب فإحنا عندنا هنا بنتكلم على إن الباكتس اللي جاية من المصدر ده هتقف هنا في الراوتر شوية، هتقف في الطابور شوية، فدي مصدر ديلي، يبقى ده ديلي يعني ديلي مش قليل بيقابل الباكتس عقبال ما تخرج من المخرج بتاع اول مودم، ثم هتقابل في السكه بقى عده راوترز لغايه ما توصل للديستنيشن. عند كل راوتر هيحصل نفس الكلام، هتقف برضو شويه، فلو فرضنا ان هي ما وقعتش لاي اسباب يبقى اذا هي هتتعرض لكميه ديليز اثناء طريقها لغاية ما توصل للديستنيشن. فده عنصر التعطيل التأخير
الكبير والمهم اللي بيحصل في مسار الداتا منذ خروجها من السورس حتى وصولها للديستنيشن. ده اكبر مصدر للتعطيل او للتأخير. فهنا بيحاول بقى يفرد لنا الأزمنة اللي بتاخدها الداتا منذ خروجها إلى وصولها. فإحنا عندنا هنا أربع أزمنة رئيسية بتتعرض ليها الداتا. الزمن الأول بنسميه دي بروس اللي هو البروسيسنج، وده اللي بيحصل في داخل اللي هي أول نقطة اتعرضت لها داتا منذ خروجها من المصدر نفسه. أول نقطة اللي هي المودم ده أو الراوتر ده لو سميناه راوتر، في الراوتر المفروض زي ما قلنا بيقرأ الهيدر، بيقرأ المعلومات اللي موجودة في الباكت علشان يعرف هي جاية من مين ورايحة فين طولها قد إيه. شوية المعلومات دي بتفرق معاه في توجيه الباكت لو كان هيوجهها، أو بتفرق معاه في إعطاء الأولوية لو كانت في أولويات إلى آخره يعني. فبالتالي في هنا مقدار من الوقت المستهلك في عملية التعامل مع الداتا اللي جاية واتخاذ قرار بشأنها. فده اسمه النودال بروسيسنج ديلي دي بروس. وكمان ممكن يتشيك بيت ايرورز، يعني هي لما طلعت من المصدر هنا ووصلت له يجوز تعرضت لبعض التغيير، فهو بيتشك على الكلام ده هل حصل فيه تغيير ولا ما حصلش، ولو كان حصل فيه تغيير هل يمكن اصلاحه. هل لو لم يكن اصلاحه يبقى اذا بيبعت تاني للمصدر يقول له لا ابعتها لي من جديد هي ما تنفعش. هنا بيقول لك انه عادة البروسيسنج ديلي ده نظرا لان البروسيسورز سرعتها بتبقى عالية جدا، يعني العمليات اللي بتحصل دي كلها ممكن في الاخر بتاخد بضعه ملي سكندز، يعني في الاخر ممكن ما تبقاش مؤثره بالنسبه لك قوي او ما تحسش بيها قوي لانها بتبقى بضعه ملي سكندز، وممكن تبقى اقل من كده لو يعني لو البروسيسور قوي وما عندوش زحمه يعني. نيجي بقى للجزء الثاني الدي كيو، واحنا ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وهو ده اللي بيحتل المقدار الاكبر من الوقت اللي هو الزمن اللي هتقف فيه في الطابور حتى يجي دورها انها تخرج. وده زمن يعني بيعتمد في حساباته على كمية المصادر اللي بتصب في المودم ده والمخرج المخارج اللي موجودة عنده، هل عنده مخرج واحد ولا اكتر من مخرج، واللي بيستقبل منه الناحية التانية. فهنا المعادلات بتاعته بتبقى اكثر تعقيدا يعني، وان كان في الحالات النظرية بيحاولوا يبسطوا الحالة علشان يدرسوها ويحطوا لها معادلة تكون مبسطة يعني. نيجي للجزء الثالث الدي ترانسميشن. نودال بروسيسنج تاني. البروسيسنج اللي بيحصل عند استقبال الداتا اللي جاية من المصدر. استقبالها في النقطة دي اللي هي مودم، وممكن قلنا أجازنا إن إحنا نقول عليه راوتر. عند استقبال الداتا فالمفروض انه المودم ده او الراوتر ده بيبتدي يقرا المعلومات اللي موجوده في الداتا دي عشان يعرف هي جايه من مين ورايحه فين. فبالتالي لو كان في توجيه ليها يوجهها، ولو كان ليها اولويه يحطها في المكان الصح ليها. وبعدين بيتشك على ما بعد الهيدر اللي هي الداتا نفسها. المفروض هو مش من يعني ممكن ما يكونش من حقه يقرا البيانات، لكن حتى وهي انكريبتد ممكن ان هو يتشك هل هي سليمه ولا مش سليمه من غير ما يعرف محتواها ايه، لكن ممكن يعرف هي سليمه ولا مش سليمه عن طريق وجود بعض البيتس